بيكم من جديد اليوم الثالث اليوم الثالث في رحله كيفه تدريبيه، برنامج كيفه تدريبي هنا في الصين. احنا موجودين اليوم الثالث، خلصنا محاضرات اليوم الثالث دلوقتي، وهنتقل الى احد الاسواق الشهيره، وبعدين هنروح نتفسح تاني اخر النهار. والجو يمطر زي ما انتم شايفين الشماسي، وكلنا واقفين هنا في قدام فندق الجاردن هوتيل، ودي المنطقه الشهيره هنا في وسط البلد في وسط جوانزو، والمطره بتمطر جميله قوي، والجو بيمطر جميل جدا، والناس بتستمتع، الشوارع رايقه والشوارع نظيفه والدنيا جميله جدا، وكلنا بنتفسح. وان شاء الله هنخلص المحاضرات هنروح نتفسح، هنروح برج كانتون او برج جوانجو الشهير، والفريق الجميل. وانضم لينا النهارده الاستاذ محمود، لسه جاي النهارده الحمد لله على السلامه يا استاذ محمود. وخدنا محاضرات النهارده في خدنا شويه محاضرات النهارده في اليات الشراء واليات التعاقد واساليب الدفع واساليب التعاقد هنا في الصين، وخدنا محاضره لغه، وخدنا محاضره. خدتوا ايه مع كلوديا النهارده؟ كتير. خدتوا ايه النهارده يعني؟ ازاي ناكل؟ ازاي ايوه ازاي نستعمل المعلقه الصيني؟ اداب الاكل وانت بتاكل مع الصيني، ايه اللي تعمله حاجه يحبها الصيني، وايه الحاجه اللي ما تعملهاش ما يحبهاش الصينيين؟ يلا خليكم معانا وتابعونا، وبكره ان شاء الله اقول لكم تقرير اليوم الرابع مع برنامج كيف التدريبي. كنتم مع عيسى في الصين، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.